وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا دائما عبر الام تي في، وبدي طبعا اقول لكل يلي تواصلوا معنا بموضوع تعويضات حرب تموز، اكيد بنتذكر ما تنعاد. نحن رح نكون بمن المسؤول مع دكتور ابلين ابلين بهذا الموضوع، فاكيد ترقبوا اكيد هاللقاء. اولا كمان من مثل العاده بنبلش بمعلومه. تسعى كانون الأول هو اليوم الدولي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، وأيضا بدور الاتفاقية لمكافحته ومنعه، ودخلت هالاتفاقية حيز التنفيذ بكانون الأول 2005. وللمناسبة وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة لمناسبة هذا اليوم، طبعا بيحكي فيها أنه قديش شهدت المواقف العالمية إزاء الفساد تغير جوهري، فحين كانت الرشوة والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تعتبر في حقبة سابقة جزء من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. فالنظرة السائدة إلى الفساد اليوم هي نظرة حقة، ترى في الفساد سلوك إجرامي ينخر بنسيج المجتمع. وطبعا تسلم خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030 خطة القضاء على الفقر وكفالة حياة كريمة للجميع بضرورة مكافحة الفساد بجميع جوانبه، ودعت إلى تقليص التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المسروقة. بخلف الفساد أثار كارثية، وكلنا بنعرفه بلبنان عايشين هذا الفساد للأسف الشديد. واليوم يعني حملة المجتمع المدني بكافة عناوينها، إن كان بدنا نحاسب أو طلعت ريحتكم أو سكر الدكانة إلى ما هنالك، كلها انطلقت وشفافية حتى نقول أنه لا للفساد في لبنان. وهذا اليوم هو وقف الضمير أمام الجميع، فنحن طبعا عم نذكر بهالرسالة اللي وجهها بان كي مون إلى العالم خصوصا المسؤولين. وطبعا بيعتبر انه الفساد بيؤدي لاحتدام العنف وتفاقم انعدام الامن، ويمكن ايضا ان يؤدي الى استياء من المؤسسات العامه وخيبه ازاء الحكومه عموما، وطبعا دوامات غضب والى ما هنالك. وبهالمناسبه دعا ايضا الى توحيد الجهود المبذوله لتوجيه رساله واضحه على نطاق العالم برفض الفساد بحزم، ونادى عوضا عن ذلك بمبادئ الشفافية المساءلة والحكم الرشيد، لأن من ذلك من شأن ذلك أن يعود بالنفع على المجتمعات والبلدان ويبشر بمستقبل أفضل للجميع. وأنا هيدي مناسبة اليوم حتى أقول لكل مواطن لبناني مثل ما عليه واجبات له حقوق كمان، ومش مفروض اليوم حدا يمنن حدا لا بإدارة ولا بوزارة ولا بمؤسسة، لأنه المواطن اللبناني المكلف عم يدفع ما عليه، وعلى الموظف أن يكون بخدمته. وقضية الفساد والرشمة مفروض المواطنين ما يشجعوها بمجرد ما يجربوا يرشوا أو يحاولوا بطريقة غير مشروعة الحصول على خدمة وهي حق لهم ودافعين سلف. من المسؤول؟ دكتور أبلين أبلين رئيس مجلس جنوب، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. دكتور أبلين، بعدنا لهلأ عم نتلقى اتصالات من بعض المواطنين، تلقينا نحن اتصال من جوية صراحة وتوصلنا مع حضرتك بموضوعه. هل بعد في ناس ما تعود عليها من حرب تموز 2006 تنذكر ما تنعاد؟ أكيد بالتأكيد بعد في ناس ما تعود عليها، في فئة من الناس ما بدأت التعويضات تجاههم. نعم. لأنه التعويضات هي على أقسام، في تعويضات مباشرة على المنازل اللي تهدمت، وفي تعويضات كمان على المؤسسات والمحال التجارية، وفي تعويضات على السيارات، وفي تعويضات على المحتويات، وفي تعويضات على المزروعات. نحن تقريبا أنجز الجزء الأول اللي هو التعويضات على المنازل. نعم. أما باقي الأمور اللي فيها المؤسسات التجارية والمحال التجارية والسيارات والمحتويات لم يتم التطرق لها حتى الآن، يعني لم يستفد أي مواطن ممن تضرر محله أو سيارته أو محتوياته أو مزروعاته من أي نوع من أنواع التعويضات اللي رصدت أو التي كررت بعيد حرب تموز. وهذه مشكلة الحقيقة عم نعاني منها
لأنه كل الناس اللي عندهم مؤسسات تجارية، يعني اللي عنده مبنى عامله مؤسسة تجارية لم يستفد من التعويض، بينما اللي عنده بيت حتى لو كان غرفة استفاد من هذا الموضوع. وهذه معضلة بعدها موجودة، وبعدنا بانتظار أن يتم تأمين المبالغ اللازمة للتعويض على المحال التجارية، على المحتويات، على السيارات، على المزروعات. يا دكتور أبلان، ينطبق ذلك على الجنوب كما على البقاع أو على كل المناطق؟ على المناطق اللبنانية، لأن احنا كمان تلقينا اتصال من علي النهري. كل المناطق اللبنانية التي تضررت المواطنون فيها بحرب تموز، الإطار الوحيد اللي تم دفع تعويض عنه هو المنازل فقط، يعني المحال والمؤسسات التجارية والمحتويات والسيارات والآليات على أنواعها لم يتم التعويض عن أصحابها حتى الآن. يعني ما عليهم الانتظار الهيئة العليا للإغاثة، بالانتظار لتأمين الأموال اللازمة. نعم تقريبا. نعم. قديش المبالغ المتبقية؟ وأكيد ما في مفعول رجعي، ما هيك دكتور؟ أكيد ما في مفعول رجعي، في يعني هي مبالغ حوالي 50-60 مليار تقدر بالجنوب بين تعويضات زراعية وسيارات ومحال ومؤسسات تجارية. بعرفش المناطق طبعا، احنا بنسأل هون الهيئة العليا، بس انه هذه مبالغ يعني هي منا كبيرة أمام المبالغ التي دفعت، يعني لا تصل إلى يمكن 5% من مجموع ما دفع من أموال للمنازل التي تضررت وتهدمت في الجنوب. نعم، أنا بدي أشكرك دكتور أبلان للتوضيح، لأنه كتار من المواطنين عم يسألوا عن هذا الموضوع. ما في مشكلة، أي توضيح نحن حاضرين. شكرا لك. يعني هون أنا بدي جاوب الشخص اللي اتصل فينا من جوية، بدي أقول له أنه هو ملفه مثل ما شافه الدكتور أبلان هو محتويات وطبعا تعويض أضرار، يعني هيدا بعد ما اندفع، اللي اندفع فقط هو المنازل، حتى الناس أكيد تكون ساكنة وفي سقف يعني فوقها ما تكون بالعرق. على أمل، نتمنى أنه قريبا. نحن اتصالاتكم مشاهدينا بناخذها على 04-444-4444. بأخذ أول اتصال لليوم. ألو ألو ألو، أهلا مسيو، تفضل. بس بدي أعزبك بخصوص الدرجات النارية. إيه نعم، كنت سبق وسألت بخصوص الطفاية، قلت لي بتردوا علينا. أنا جاوبت بس يمكن حضرتك ما كنت على السمع، رح أرجع أقول. بالنسبة لقوى الأمن الداخلي ما عم بتطبق حاليا شغلتين، لا الطفاية ولا التريان يلي إذا لا سمح الله صار عطل بالسيارة أو حادث حتى ينحط كإشارة، لأنه اليوم في تعديل لقانون السير، لأنه مش واضحة المواد يلي تعنى خصوصا بموضوع الطفاية وبموضوع هذا التريونكل. من هيك حاليا اللي فهمته من قوى الأمن الداخلي أنه ما في هلأ تطبيق لهذا الموضوع، ما بوقفوا حدا بهذا الموضوع لحين ما تتعدل هالمواد وتكون واضحة، لأنه هي جاية بشكل عام منا جاية بالتفصيل. هذا الجواب يلي أنا حصلت عليه، بس هذا ما بيمنع يلي قادر يكون معه طفاية وقادر يكون عنده هالتريانجل، هذا بيكون هيدا شيء إضافي يعني أمان أكثر طبعا. اتصال آخر، بذكر دايما أنه 04-444-4444 هو الرقم يلي ممكن أنكم تتواصلوا فيه معنا، وأكيد يمكن كتار بعد الدوام، يعني بعد دوام الحلقة على الهواء، فيكن على 24-24 تواصلوا أيضا على هذا الرقم على الخط الساخن، عنا البريد الإلكتروني وعنا طبعا فيسبوك الحل عنا. ألو بونجور. بونجور مدام، بخصوص الميكانيك بدي أسألك مدام ريبيكا. نعم، إحنا اليوم طلعنا الميكانيك العجقة من مستشفى سان تيريز وما عرفنا شو القصة، يعني وقفوك على الطريق هيك شباب صغار بيقولوا لك اعطينا السياره رح نحل لك اياها بساعه، انت رح تمشي 7 ساعات جوا. اف يعني ما بعرف شو يعني انا شو الحل. نعم. فينا نروح؟ ما فينا نروح؟ نعم نعم معك حق، يعني لانه هلا قربت اخر السنه وكتار الناس يعني بدهم يستلحقوا حتى يعملوا الميكانيك حتى ما يتجزوا على السنه الجديده، يمكن من هيك هذا التهافت على المراكز المعينة الميكانيكية، وبالأيام العادية في زحمة، فكيف اليوم؟ هلأ نحن أكيد رح نبلغ بالموضوع، بلكي بتتخذ إجراءات بمد دورهم بعد الظهر أو بيشتغلوا أحدات حتى يتسنى لكل المواطنين يطلعوا يعملوا ميكانيك وما يعدوا كل هالعجقة هيدي كلها. بس أنا بنصح الكل ما يعطي سيارته لحدا، يعني لحق وطلع ما يعطيها لحد عم بوقفوا على الطريق بيخدلوا إياها وبساعة بيخلصلوا إياها وإلى ما هنالك. يعني الأفضل، لا الأفضل إذا ما عندكم وقت تكلفوا حدا قريب لإلكم عنده الوقت أنه يأمن السيارة بالميكانيك. نحن رح نبلغ هذا الموضوع لأنه من اليوم وطالب بدنا نصير نشوف طبعا هالعجقة. كمان اتصال. ألو
الو بونجور مدام. مدام ريبيكا. نعم. انا اسمي ندى اسماعيل، حبيت احكيك بخصوص موضوع اليافطات بالطرقات. نعم. بخصوص يعني مثلا البلديه او ما بعرف اذا كان المحافظ هو المسؤول، محافظ بيروت، انه طرقات بيروت يعني شيء لقصه الزباله وشيء لقصه كل شيء بالبلد اللي ما نضابط، بس كمان يعني ما يكون في مثلا طرقات شوي مرتبه، ما بتشوفي الا يافطات كل هالطرقات مبهدل الشوارع ومبهدل الاحياء والهيدا، يعني ما بعرف انه شو بيشتغلوا البلديه. لك شغله ندفع بلديه لا منلاقي كيف نمشي عليه، لا منلاقي طريق مرتبه. وين عم تحكي باي منطقه مدام حضرتك؟ انا عم بحكيكي انا بمنطقه عائشه بكار ساكنه بيروت. ايوه. اول شيء البلديه السلطه المحليه يعني، وبلديه بيروت بلديه بيروت الممتازه يعني حسب الأصول. هلأ اليافطات يمكن هي إذا كانت يافطات البلدية حطتها حتى تذكر مرات المواطنين بدفع أكيد المستحقات قبل نهاية السنة، لأنه بيصير في غرامات إذا عندها احتفالات، ولكن ما في حدا يعني على أي رقعة من الأراضي اللبنانية بيقدر يعلق يافطة أو إشي بدون ما يرجع للبلدية. يعني مفروض دائما رجوع العودة البلدية، إن كان بانو إعلاني ولا كان يافطة ولا شو ما كان. هلأ إذا عندك أنت مشاكل أو عندك أمور بتحب توجهيها للمحافظة، عندهم هن شكاوى بيتلقوها يوميا، وفيك توصلي على أقرب مركز للبلدية، مش تروحي على المركز الرئيسي، وفيك تتوجهي أكيد بالطلب يلي بتريدي كمواطنة ساكنة ببيروت. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في، باخد اتصال جديد. الو. الو. بونجور مدام. بونجور. تفضلي. بدي اقول لك بس انه في مهنيه بطرابلس اسمها مهنيه طرابلس. نعم. بصف بنتي بالمحاسبه فرع المحاسبه حاطينهم 40 تلميذ. والبنت ما عم تفهم شيء، وبتقول لي حكي طالع نازل وحكي ما بيسوى، وبتقول له للمدير انه على القليل عملنا شعبتين، ما بيرد، بيقول لها هيدا الصف وهيدا هو، والمعلمين بس يصير في ضجه او في خناق بين التلاميذ بتترك الصف وبتفلوا. البنت ما بتفهم شيء، وعندها مسابقات بتجي على البيت ما انا فاهم شيء، بتقول لي بدي اترك وبدي اطلع، وما في انضباط بالمره يعني. ايه، والمدير ما بيطلع بايده شيء، بيروحوا بيشتكوا لعنده ما بيردوا، ما بيرد عليهم. نحن رح نحكي مع المدير العام للتعليم المهني والتقني ونعطيه هيدا نعطيه هالشكوى. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. يعني الواحد بده يروح على المدرسه انه 40، بفهم 40 تلميذ بالصف، يعني هو المفروض يكون ماكسيموم 20 ل 22 مش اكثر، ولكن يمكن هيدي هي الامكانات، ما في امكانات اكثر من هيك. بس ما بيمنع كمان انه يكون في احترام للطالب كمان بطريقه الحديث وغيره، لانه هيدا مكان حتى نتعلم، حتى نتثقف، حتى نتوجه للمجتمع فيما بعد، لانه للمستقبل البلد. من هيك الاحترام واجب، يعني اقل شيء ممكن هيدا ينعمل. كمان اتصال. الو. 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 بونجور. بونجور مدام. وحياتك، بقدر احكي مع مدام ريبيكا؟ معك، عم بسمعك، تفضلي. يا حبيبتي، نحن بالضمان الاجتماعي إلا من 2014 اول شهر عطونا، وما في شيء، هي راحت سنه ال 14 وسنه ال 15 عم نتلفن للضمان، بيقولوا ما عندنا موظفين، روحوا تشكوا. طب عمين بدنا نتشكى؟ يعني ممنونتكم انتم الام تي في بكل برامجكم، والست ريبيكا ما عم تاثر ابدا. مدام انتو بتقبضوا من اي فرع؟ فرع مطار. المطار. مش بس اعرف طيب شو القصه، يعني محاكي الموظفه تقول روحوا تشكوا ما في موظفين، هل ودوهم على النبطيه؟ طب شو خصنا بالنبطيه نحن؟ معك حق، اللي عم بيقولوه نحن كمان بيقولوا لنا اياه، انه نقص بالموظفين هو اللي عم بيعيق انه يقبضوا الناس على الوقت. معك حق، معك حق 200%. وانا دائما بقول قديش في شباب وصبايا اليوم في منهم نجحوا بدورات للضمان ولكن ما اخذوهم، وقديش فينا ندخل دم جديد وننعش كل هالمؤسسات ومراكز وفروع الضمان، حتى المواطن، لانه بتوصل لوقت ما في مصاري حتى يرجع يجيب الدواء، وهون المشكله، لانه في ناس ما عم تقدر تشتري بقى دواء لانه ما عم تقبض. تواصل.
طبعا احنا تلقينا من 33 نجحوا في مباراة القضاء وناطرين اليوم حتى يستدعون حتى يلتحقوا بمعهد العالي للقضاء، وحتى الساعة بعد لهلا ناطرين بيسألوا إلى متى، يعني لهم أكثر من 7 أشهر، 33 نجحوا بانتظار قرار أنه يلتحقوا بهذا المعهد، يعني أو حتى بيعطينا الأسامي والمجموع وغيره. يعني بتمنى أنا اليوم داي بدنا نحن دم جديد، ولما بنطلب يعني لما أي إدارة أو مؤسسة بتطلب لأنه بيكون في نقص وبيكون في حاجة، وهلأ بعدنا عم نسمع عن الضمان، يعني لو عم ندخل دم جديد وحتى هؤلاء بده يصيروا قضاة 33 نجحوا، يعني قديش كمان اليوم ناطين ما قادرين يعملوا شيء. كمان على الفيسبوك الحل عنا، كمان عندي شكوى تاني، مجارير ومسالخ بمنطقة تلال عين سعادة رومي بيقولوا أنه دايما المجارير على الطرقات من مشروع الموارنة وتقدموا بشكوى للبلدية وبعدهم على الوعد ناطرين. أما بالنسبة للمسالخ في 7 تحديدا بأرض تابعة للفنار، بينهم شخص مدعوم سياسيا كما يقال وما عم بينظف بعد الذبح، وفي روائح كمان. أولا بدي أقول أنه أكيد هذا الموضوع صحي بامتياز، نحن رح نوجهه لرئيس قسم الصحة بالمتن الدكتور ميشيل خوري حنا حتى كمان يطلع عليه ويشوف شو لازم ينعمل، لأنه قضية المسلخ مش جديدة قضيته، وهون أكيد مفروض يكون في جولة عليه حتى الكل يلتزم بالنظافة وبالسلامة العامة. كمان عندي صورة رح نشوفها سوا كمان هلأ، ورح تكون صورة اليوم رح نشوفها، عم نشوفها هلأ، هي من دخان مصانع الزفت والزبالة المحروقة بنهر الموت تحت سجن رومي مقابل بلدة بيقوت. هالدخان كل يوم عم يتنشأوا المواطنين، بيدخل بكل غرفة وزاوية وبيت حتى عمق الصدور، ولا فائدة لمن نشتكي إذا دولة ما فيه وبلدية المنطقة مش موجودة ومش مهتمة صراحة. صحة المواطن وخدمة المواطن هي الأساس مثل ما بينص عليه قانون البلديات، وهذا الدخان المخلوط بريحة الزفت مع ريحة الزبالة بعرض أكثر من 5000 شخص بين كبار وصغار إلى الأمراض والموت بدءا من بلدة بيقوت حتى بصليم، وطالبين أكيد اليوم أنه يكون في توقيف سريع للحرق الزبالة وتطبيق شروط السلامة العامة. يعني أنا اللي بدي أقوله أنه وزير الصحة وائل أبو فعور أرسل إلى وزير الداخلية بيطلب منه يعمم على كل المحافظين قائم مقامين بلديات أنه تمنع الحرق، ويلي بيحرق أكيد في إجراءات بحق، ولكن للأسف الشديد ما في بلدية إلا ما عم تضطر تحرق. إذا مش هي عم تحرق أكيد الناس عم تحرق، مش عم تقدر تشوف مناظر الزبالة بين بيوتها وتحت شبابيكها وعلى طرقاتها. والمطلوب اليوم إذا ترحيل فليكن سريعا، وإلا اعطوا للبلديات الصلاحيات يلي هي بتمكنها إن تلاقي أكيد الحلول، لأنه كتار من رؤساء البلديات لقيوا حلول ولكن لقيوا العرقلة من الدولة للأسف الشديد. بناخد اتصال بعد. ألو تفضلي. ألو يعطيك العافية. أهلا مدام ربيكا. نعم. بدي أسألك أنا بس إذا في مجال نحكي فيها المشروع بالنسبة لتسجيل بيوت ببيروت. تفضلي. إذا بدنا نسجل بيوتنا 10,000 دولار و 15,000 دولار واحد منين بده يجيب مثلا؟ إذا بيقسطونا إياهم بنكون كثير ممنونينهم. يعني هيدا موضوع بنرفعه للمحافظة حتى يدرسوا الوضع، وأكيد يمكن إذا أخذوا قرار أكيد بيعمموا. نحن علينا أن نرفع هالاقتراح عليهم. أهلا وسهلا فيك. يعني لأنه المواطن اليوم أنشأ يأكل صراحة، لأنه في كتير بيطالب، حتى في تأخير بدفع رواتب، وبالوقت ذاته كمان في اليد العاملة الأجنبية اللي عم بتنافس اللبنانيين، ليس فقط على اليد العاملة إنما بالمحلات وبأماكن أخرى حتى عم تفتح على حسابها وتنافس اللبناني، وما بيدفعوا ولا ضريبة ولا عندهم أي شيء، بينما اللبناني ما عم بيقدر يلحق يدفع لا ضريبة بلدية ولا أي شيء تاني. من هيك الوضع مؤلم جدا، وبدنا نتعاون كلنا، وأنا بتمنى يكون في دايما الوطنية هيك تشتغل فينا أكتر.
تشتغل أكثر فينا، بتصور إنه نشغل أولاد البلد ونشتري من أولاد البلد، وبالوقت ذاته إنه الإجراءات يلي متخذة على الورق من قبل الوزارات المعنية تتطبق على الأرض، لأنه الأرض شيء، الواقع شيء، والقرارات المكتوبة شيء تاني خالص. يعني ما في فرق كتير كتير كبير، وأنا بعرف شو عم بحكي، واللي عم يسمعني بيعرف إنه بكون عم بهز براسه. هلأ عنا اتصال جديد. ألو ألو، بونجور. بونجور، أهلا مسيو مدام ريبيكا. نعم، وحياتك، بدي أسألك بس بخصوص الموتوسيكلات عن الرخصة الليلية. نعم، كنا نعملها باللي بون بوست وبطلوا، هلأ ساعة ماشي ساعة ماشي، مش عم بفهم حالنا. ببيروت؟ ايه، بدي أسألك عنها ونعطيك جواب. تكرم عينك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بعد في اتصال؟ ألو ألو، بونجور. بونجور مدام. مدام ريبيكا. نعم تفضلي. ألو. مدام تفضلي. عندي شكوى بخصوص اشتراك الموتور. نعم. ببيت شعار. نعم. كتير غالي عم تيجي الفاتورة. قدي؟ مثلا الشهر الماضي 100,000 أبد وخمسة أمبير. نعم. أنتريات زلقة 60,000. هر شهر أنتريات زلقة 40,000-45,000. هلا عنا 75,000. بس اسألوا ليش انتو هلا تفرق هالمرة تقريبا دوبل، يعني عم بيقول لي بلدي هيك بده، هيك عم بيقرر بقى ما بعرف. مدام لقلك شو الموضوع. هلا في حد ادنى وحد اقصى بيصدر، وعلى البلديه هي تراقب عندها، يعني اذا في قطع كهرباء، لانه بيفرق قطع الكهرباء من بلده لبلده، مرات من حي لحي اذا ما كانوا على نفس البوست. يعني قديه مع انه المازوت نزل مزبوط، ولكن قديش ساعات التغذيه وقديش ساعات القطع، هذا يلي بيفرق بين منطقه او ثانيه. يمكن تكون بمزرعه يشوع عم تنقطع اكثر ما عم تنقطع بزلا او انطلياس، ولكن البلديه هي يلي بتراقب هذا الموضوع من خلال عدادات، من خلال طريقتها، لانه البلديه هي يلي بتعمم وهي يلي لازم تنتبه وتراقب. هلا نحن رح نتواصل مع بيت الشعر حتى نشوف لي عندهم أغلى وتشوف شو بيقولوا لنا، وأكيد بعطيكي جواب. كمان اتصال. ألو ألو، تفضلي تفضلي مدام تفضلي. ألو تفضلي. بونجور بونجور بونجور، معك مدام كرم. أهلا مدام كرم. نادر كرم. أهلا مدام. ألو، عم بسمعك مدام كرم، تفضلي. عم تسمعيني؟ أكيد تفضلي. أنا عندي شكوى وقت اللي حرب تموز. نعم. أنا ما حدا قال لي إنه عم يعطوا تعويضات، بكيت ونحت. أنا مرة أرملة بيتي متضرر. وين مدام؟ بأي منطقة مدام؟ بالفدار. بالفدار. إيه. طنطنوا الدنيا. وراح أول شيء طلبوا من الكل اللي تعرض إنه يروح على البلدية ياخد معه صور عن اللي تعرض له، يعني إذا كان بيت ولا شيء يكون موثق، وبتوجه على البلدية المنطقة. يعني إذا كان مفروض فيك تروحي على بلدية الفدار وتقدمي طلب وتبيني أكيد شو عندك أمور، وبعدين كان في كشف بيعملوا الجيش اللبناني، حتى أكيد بعد الهيئة العليا للإغاثة لما بيصير في دفع إنه تعطيكم تعويض. هلا ما بعرف اذا في شيء ملحق، ما بعرف صراحه، بسالك اذا ممكن يكون في ملحق للناس يلي ما قدرت تقدم الطلب بوقتها للتعويض عليها، لانه المنازل اندفعت، المحتويات بضاعه وغيره بعد ما اندفع للاسف، يمكن ما بقى ياخذوا موضوع البيت عندك. بكل الحالات نحن رح يكون ان شاء الله قريبا بيكون عندنا لقاء مع أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، حتى نحكي معه بكل هذه التفاصيل، وأكيد نعلن عنها قبل بوقت حتى الكل يتسنى له يسأل ويكون عنده جواب. اليوم بالحل عنا إذن النهاية مثل البداية بموضوع التعويض على المتضررين من جراء حرب تموز، اللي عرفته من الدكتور أبلين أقله، اللي على كل أراضي اللبنانية ما صار في تعويض إلا على المنازل المتضررة، أما بقية الأمور محتويات وأرزاق وزراعي وغيره بعد ما تعود عليهم إطلاقا، بانتظار مجلس وزراء أن يبط طبعا يكون مأمن المال موفره، أكيد الهيئة العليا للإغاثة هي بتباشر بالتعويضات. بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الـ MTV. إلى اللقاء.